مسلسل الزند ذئب العاصي من اهم مسلسلات رمضان 2023 السورية مسلسل الزند العرض على قناة ام بي سي دراما ومنصة شاهد نت، المسلسل من تأليب عمر ابو سعدة واخراج سامر البرقاوي ابطال العمل هن تيم حسن ودانا مارديني ونانسي خوري وفايز قزق وانس طيارة وباسل حيدر ونهاد الخطيب وفيلتا سمور ومازن عباس والفرزدق ديوب ومجد فضة وطارق عبدو ومن الممثلين الشباب عنا يارا خوري وغيث الأدهمي ومرهف الكراد وكينان كريدي وكرم شان ورياض نحاس قصة المسلسل بالدور بين عامي 1895 وحتى عام 1900 تشتعل أحداث هاي الدراما المستوحاة من الحكايات الشعبية بمنطقة بتمتد بين سوريا ولبنان وعلى مقربة من نهر العاصي ومثل ما هذا النهر متمرد باتجاهه فبطل حكايتنا اسمه عاصي الزند أجبرته الأقدار على التمرد والعصيان وهون بيستيقظ الوحش اللي عم ينام بداخله من دون مقدمات ليحرق الأخضر واليابس وبكون بحالة صراع دائم مع الآغا ورجع هذا الشي بخلي ابن الآغا يقدم جائزة لمين بيمسك فيه بيقدم له ياه. حتى أنه بيقنع الدولة المتمثلة بالعثمانيين بهديك الفترة ليقوموا بملاحقته أيضا إذا عجبكم الفيديو وحبيتوا بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات بتحبوا أعملها بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات